درهم ديال برا ماشي ديال البلاد، ديال البلاد ندير 13 درهم 14 درهم، حيت البنان دابا شويه مهزوز بزاف، داكشي علاش طلعوا لي الثمن ديالو. بالنسبه للتفاح يعني المواد علاش طلعوا بلعب؟ 13 درهم، الشاديه 13 درهم، اثمنه عاديه. اشمنة عادية ما كاينش شي ثمن غالي، لافوكا قبل رمضان دايرها 40 درهم، ثمن عادي. كما كتشوفوا انه الثمن عادي من غير البنان يعني. البنان هو اللي زاد شوية، هو اللي طالع شوية، ما عليه الإقبال، داكشي علاش غالي البنان دابا. نورمالمون خصو يكون ب 10 درهم. من ناحية الإقبال كاين الإقبال يعني في رمضان من ناحية البعشرة يعني واش كتشوفوا مجددا؟ اليومين الأولى داز مزيانة، دابا الأمور عادية. نهار قبل رمضان ونهار سميتو نهار الخميس رمضان كان مزيان، دابا اليوم عادي السوق بحال كيف. الفواكه سيدي كنشوفوا ان الفواكه راه الاثمنه هاد الايامات راه شويه طالعه، بنان ولا التفاح ولا التفاح على نظر اللي القله ديالو، لانه الاخر ديال التفاح دابا علاش التفاح طالع. بالنسبه للبنان نطلع بزاف، ما عرفناش شنو السبب، حنا كنتسائلوا شنو السبب اللي طلع هاد الديسير. بالنسبه لهذا العام شويه طالعه شويه، زايده شويه الاثمنه، الاثمنه على حساب البنان، البنان بعدا طالع شويه هذا العام، كان الاغلبيه كيكون دابا طلع البنان طلع واحد الطلعه صاروخيه، من 9 دراهم وصل ل 10 دراهم 11 دراهم، وصل ديريكت ل 280 دابا، يعني جمله داير 12 درهم، يعني حنا راه كنبيعوا ب 14 درهم راه ما كتسلككش كاع، بالنسبه ل 12 درهم 11 ونص تاخذي زيد عليه الاعضاء الثاير والاعضاء وداك الشيء كيطلع لك البنان اكثر، يعني راه كيتحب من البائع اللي كيبيع ليه بالتسقيط، راه ماشي يعني عنده راه عنده حتى هو هادشي نسبه قليله. كيتكونسومو في رمضان وكيجي بعض المرات الاوقات ديسير كيكون مثلا التفاح ولا ما كيكونش الموسم ديالو، البنان ما كيكونش الموسم ديالو علاش كيغلى؟ عكس ملي كيكون الموسم ديالو كيكون ب 7 دراهم 8 دراهم. دابا راه كيكون البنان غالي شويه، التفاح كيكون غالي حيت كيكون قليل، كيبدا سلعت برا. الفواكه الموسميه كتكون في الصيف كيكون الخوخ المشمش الشهديه الخوخ، هذو الفواكه الموسميه اللي كتكون رخيصه. ممكن تعطينا اثمنه اطلاله خفيفه للمشاهدين؟ هو الخوخ 240، الشهديه 240، المشمش 13 درهم. الا التفاح اللي كيكون داخل في الفريكو كيكون قليل هو اللي كيتباع بثمن غالي. اسبوع واحد في الاول هو اللي كيدوز غالي شويه، الاسبوع الاول الاسبوع الثاني والثالث كيدوز عادي. كترجع للمياه الى بعد. البنان والتفاح كيكون شويه غالي مع هذا الشهر تاع رمضان، كيكون شويه الغلاء وفي هذا الشهر اللي كتكون، ولا ملي كيكفوا هذا الشهر تاع رمضان صافي كيهوى الثمن شويه تاع الديسير. الشهر هو اللي كيكون تاع كريم هو اللي كيكون فيه شويه. الله ما كاين لا احتكار لا والو، ما كتكونش ديما راه الشهر تاع رمضان ديما كيكونوا فيه الديسير شويه كيكون مرتفع شويه كيطلع شويه، ولكن ملي كيفوت الشهر كيرجع داك الشيء المياه المجاريه، كترجع المياه المجاريه. الغلاء واش كيكون طالب متزايد ولا كيكون شويه سميتو شويه طلب، كيكون شويه البيع والشراء، كيكون شويه القبول على الديسير، هذا هو اللي كيخلي شويه الثمن كيرتفع شويه تاع الديسير. هذا الشيء اللي كاين. البنان داير الثمن هاد الايامات كاين زياده 300 ريال باش كاين البنان، المشماش كاين 300، الخوخ داير 260، التفاح داير 360، الثمنه غاليه على المواطن. الليمون هو اللي كيتهز بزاف شويه داير 100 ريال. مثلا السويهله والدلاع وداك الشيء راه غالي شويه تاو، السويهله كدير 10 دراهم والدلاع كيدير 4 دراهم. اذا انتم كبيع شرائي كيفاش كيبان لكم انتم الناس غادي يتقداو؟ الناس كيتقداو، كاين اللي كيتقدا مسكين وكاين اللي كيدير بالحاجه بلاش، كاين اللي كيدير بالحاجه بلاش، ماشي نقولوا